سلمى، لاحظنا بالسنوات الماضية ميل الإنسان للاعتناء يمكن أكثر بأسنانه أكثر مما مضى، وحتى تقليده للمشاهير فيما بعد، وأصبحت الموضة يمكن فيما يخص ابتسامة هوليود أصبحت كل اهتمام دائما أي شخص، والحصول على أسنان مصفوفة بدقة وذات بياض ناصع. أكيد أريج، كثير بنفكر أنه كيف ممكن نعتني بالأسنان بشكل يومي للمحافظة عليها والحصول على ابتسامة أجمل. لنعرف كيفية التعامل أكيد بهذا الموضوع والحفاظ على الأسنان، معنا بالاستوديو الدكتورة بتول السماني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا بتول. يعني اليوم بالفعل عم شوف أنه في اهتمام زايد صار بالأسنان، بلونهم بصفتهم. يعني أوقات أسنان هن بيكونوا حلوين ما هم بحاجة لأي شيء، لكن يمكن أكثر شيء الصبية اليوم أو حتى الشباب عم يزيد اعتنائهم بأسنانهم، شو السبب؟ هلأ نحن مثل ما بنعرف نحن كل شيء بنشوف حلو أكيد وجميل دايما الناس بترغب أنه هي تقلده أو تعمل مثله. لو قالت مثل ما قالت أنه هو أحيانا الأشخاص ما في داعي أبدا للتجميل وأسنانه ظابطة والصفة والشكل واللون كله بيكون تمام وكله بيكون ضمن إطار الطبيعي وكله ضمن إطار التجميل، لكن كله بيتجه نحو الأفضل دائما، نحن نحو الأجمل دائما، نحن نحو الأفتح نحو الأبيض. في متطلبات خاصة صارت أنه هاي ابتسامة هوليوود، هي الابتسامة الصحية الابتسامة الأجمل، فكل متجه نحو هاي الابتسامة والكل عم يركض لحتى نعمل هاي الابتسامة، وأحيانا بحاجة وأحيانا ما بيكون بحاجة، فهذا يعني هو دائما التقليد بالتجميل. هذا اللي عم بدي أسألك عليه، أنه إمتى نحن بنكون فعلا بنقدر نعمل هاي الابتسامة وصح نعملها وإمتى لا؟ يعني في ناس بكون في عندهم حالات كتير بنحس لون أسنانهم مانو حلو مثل ما بيقولوا أو مانو طبيعي، في تلون بالأسنان أكتر من لون السن، وفي أشخاص لا يعني أسنانهم بيكونوا كلهم لون واحد، في مدار لهذا الموضوع؟ هلا اكيد قبل ما نحكي عن المدار بدنا نحكي انه مثل ما قلتي الحاجه امتى بيكون في حاجه امتى ما بيكون في حاجه. هلا امتى بيكون في حاجه؟ لما بيكون الشخص صارت عنده مشكله نفسيه او مشكله اجتماعيه، مشكله ما عاد نفسيه واجتماعيه، ما عاد يقدر يواجه العالم، ما عاد يقدر يحكي مع العالم، ما عاد يقدر ابدا يطلع نحو العالم بسبب انه عندي انا مشكله تجميليه بسناني. انا وقت عم بضحك في شكل مو حلو عم يكون، في لون مو حلو، في استباغات، في عده الوان اسنان، هي بتكون كلياتها الاشخاص بتكون بحاجه. غير طبعا مواضيع طبيه اللي هي بتكون تهدم بالسن، فقدان الاسنان، هي كمان كلها مشاكل تجميليه، مشاكل اكيد طبيه بس هي بالنهايه كمان مشاكل تجميليه. أنت ما بيكون في حاجة لما بيكون وضع الأسنان مقبول جدا، وأحيانا بيكون جميل جدا، مو بس مقبول جميل جدا والناس بتضل ما بده شيء تماما. أنت بيكون ما في حاجة لما بنكون نحن بس عم نعمل هذا الشيء لحتى نقلد غيرنا، مثلا أختي رفيقتي عملت لازم أنا أعمل أسنانها صاروا أفتح من أسناني. أحيانا بيكون موضوع حاجة بس فقط كرمال الشخص مل من تكرار التبييض بشكل دائم، فهي احد استطبابات الفينير بس هي فعليا ما انا استطباب يعني كثير الشخص لازم تماما يكون له حاجه فيه. فهي القصص المدار اكيد نحن كل شيء له مساوئ ومحاسن لكل صعيد، بس نحن بنقارن بين المساوئ والمحاسن بهي الحاله، كل حاله لها خاصيتها. في حال كانت المحاسن اكثر من المساوئ اكيد دون استثناء بدنا نعمل الحاله فورا، في حال كان ما كثير في داعي وكانت المساوئ اكبر مما هي من المحاسن لا اكيد ما في داعي وما بيكون في حاجه ابدا. طيب دكتوره، خلينا نحكي اذا شخص اجى لعندك على العياده كيف بيتم تقديم النصائح له؟ قديش دور الطبيب بيلعب اهميه كبيره بالحاجه الفعليه لهالشخص انه هو بحاجه ليعمل فينير او لا، واذا ايه كيف بيتم المراحل؟ هلا كشخص بيجي على العياده نحن كيف بنستقبله؟ نحن بنطلب اول شيء صوره كامله واضحه طبيه وتجميليه عن حالته، بنسمعه للشخص انه نحن انا مثلا بيقول لي فورا انا ما عم بقدر لا اضحك، ما عم بقدر احكي، انا مالي حابب بشكل اسناني، انا في عندي هذا السن مثلا اطول، في عندي هذا السن مصبه. من هون بتعرفي انه في مشكله عامله لها نفسيه او اجتماعيه لهي للتجميليه يعني للاسنان. نحن بنقيم هاي الحالة أول شيء طبياً، بنشوف شو في عنا علاجات، بنقول له إنه نحن بنخلص أول شيء كل أنواع العلاجات، بعد منها بنلتفت لموضوع التجميل، بنخلص كل موضوع العلاج بنلتفت لموضوع التجميل، بنقول له أنت شو حابب؟ حابب يكون الشكل طبيعي، حابب يبين إنه نحن عاملين شيء تجميلي، ولا حابب إنه يعني ما عندك مشكلة بهاي الناحية أبداً، المهم تحصل على ابتسامة حلوة. هلأ
اكيد نقدم له 1 2 3 انا بدي اشرح له شو المواضيع التجميليه، شو الماده اللي رح نشتغل عليها، شو الطريقه اللي رح نشتغل فيها، كيف رح تتم مراحل العمل وقد ايه الفتره، ورح يكون في عنا مساوئ ومحاسن لكل قصه، ورح نحطه بالسايد افكت تبعته الاضرار اللي رح تطلع بالاخير، شو انت الممنوع بعد التجميل، شو ممنوع 1 2 3 عن شو ممنوع وشو اللي مسموح، شو اللي انت نحن اكيد بده يكون على علم انه نحن مو عملنا تجميل، اهملنا تنظيف الاسنان، اهملنا فرشاية الاسنان، اهملنا كل شيء، بما انه الاسنان ما رح يتغير لونه، فانه نحن مو اذا عملنا تجميل فرح خلص نبطل الاعتناء بالاسنان، لا، هون رح يصير في اعتناء مضاعف، لازم هو يكون بهاي الصورة، اذا شخص مو خرج ومو تأهيل لحتى مو اهل لحتى يكون مهتم باسنانه ومحافظ على صحة الفم، فاكيد من بعد عن كل شيء تجميلي ممكن نعالجه بطريقة طبية وبس. طيب هون فينا نلجأ للمثلا خلينا نقول مو الطرق القديمة مثل ما الناس هلا صارت تقول، لا، الحلول اللي كانت قبل الفينير واللومينير اللي هلا صرنا نشهدها، انه مثلا تلبيس السن، الحشوات، او حتى مثلا في ناس صار كانوا يشيلوا سن يحطوا مثلا جزء منه كامل، هل هي بتنفع مع هدول الاشخاص اللي هن اصلا مثل ما قلتي ما كتير بيعتنوا باسنانهم؟ هلا الفينيرات حصرا او اللومينيرات اللي نحن عم نحكي عنه هنا، هدول بدهم اعتناء ما فيني اقول مضاعف، اعتناء تريبل، يعني 3 أضعاف الاعتناء الطبيعي للاسنان. ليش؟ لانه نحن هدول تركيبات سنيه تجميليه حساسه كثير، بتضاين كتير، مو معنات حساسة انه هي سيئة، هي بتضاين كتير في حال الشخص عرف يعتني فيها مزبوط، عرف يتأقلم معها مزبوط. مثل ما قلتي بنرجع للطرق القديمة، الطرق القديمة الفكرة منها انه كانت المواد تبعها سيئة جدا بالايام القديمة، نحن فينا ندخل القديم، فينا ندخل الجديد على القديم كمواد، يعني نحن فينا ناخذ مادة الفينير اللي هي الإيماكس ونصنع منها تيجان كاملة للشخص اللي مو أهل أنه يعتني كفينير أو يعتني كلومينير، أو يعني ندخل المادة على الأساليب القديمة لحتى نحن نشتغل على هذا الموضوع للأشخاص أتلك اللي مو أهل لهذا الموضوع للاعتناء بالأسنان. بس الفكرة أنه حتى هاي الأمور أحيانا بتلاقي أشخاص حتى هون ما بتلاقي انه هي الاسنان القديمه ليه خربت، لانه هي بتكون قليله الاعتناء فيها جدا، فحتى هون لازم انت تبيني لهم انه هون في اعتناء، لازم يكون في متابعه، لازم يكون في اهتمام، لازم تراجع على طول عياده الدكتور كل 6 شهور، لازم ترجع لعنا تنظف الاسنان، تعمل تجريف القلح للثه للامور هي اللي لازم اللي بتاثر لبعدين، يعني اي قصه بتصير ممكن تاثر على الاسنان والتركيبات السنيه. طيب اذا شخص حابة يلجأ للفينير، خلينا نتعرف عليه أكثر، أكيد هلأ صار شائع بأعداد كتير كبيرة، العالم صارت تستخدم الفينير، وشو الفرق بينه وبين اللومينير؟ هلأ بالنسبة للفرق بين الفينيرات واللومينيرات، هو عم يكون الفرق بالتحضير بأسلوب، أول شيء رح يكون بالتحضير، الفينير نحن بحاجة لتحضير تقريبا 0.5 ل1 ملي من مينا السن من جهة واحدة من الأسنان، من سطح واحد من الأسنان. اللومينير نحن ما لنا بحاجة لتحضير أبدا إلا في حال وجود أندركوت، يعني نحن إلا في حال وجود بروز، فنحن رح يتم بس تحضير البروز. تمام. هلأ فعليا يعني اللومينير نحن ما بنحضر أي شيء من السن. الفينير واللومينير فرق الثاني بيناتهم هو بسماكة العدسة، سماكة عدسة الفينير عم تكون من 0.3 ملي دوزيم، يعني نانومتر السماكة، سماكة اللومينير عم يكون بسماكة 0.1، فهي قشرة كتير كتير رقيقة. الفينير عم يكون في له حواف على السن، بما أنه السن عم ينبرد ففي حواف للسن لحتى تركب اللي عليه. اللومينير ما في حواف ابدا نهائيا للسن، طبقه سطحيه وهي كثير ناعمه ورقيقه عم تكون على السن. الاثنين من مواد ما بيتغير لونه، الاثنين طبعا الايماكس هو اللي عم يتصنع منه الفينيرات واللومينيرات حصرا، لكن هي الماده اللومينير الاساسيه الاصليه ما حدا تقريبا بيعرف لهلا شو نوعيتها، هي محصوره ضمن شركه خاصه فيها. بيقولوا لك يمكن عالم اي ضيان اكثر كديان أكتر، إذا بدنا نحكي واقع هو الفينيرات ديان أكتر، لأنه مثل ما قلت لك اللومينير ما في حواف ثابت عليها، ومثل ما قلت لك هي قشرة كتير رقيقة، وبصراحة عبر الدراسات هي ما أثبتت لهلأ، ما في عليها دراسات طويلة لفترات طويلة، كفينيرات هي عليها فترات طويلة، بس بيجي المريض لعندك أنا بدي أعمل لومينير ما بدي أعمل فينير. ليه؟ لأنه هو بيكون أخذ فكرة أنه نحن باللومينير أفضل، هو أغلى، هو ليش؟ لأنه نحن ما عم نبرد على السن، بس اللومينير هو 1 بالألف لحتى تزبط حالة اللومينير، هي بدها تكون حالة كتير مثالية،
بدها تكون ما فيها ولا خطأ ولا عيب ولا أي مشكلة ولا أي بروز ولا أي ميلان. بدها تكون بس عدسات بس عم تنحط لحتى تعمل ارتصاف ولون، يعني بس صفة ولون. يمكن هون تمام. لكن هي مادة مثل ما قلت لك ما أثبتت، ما عليها دراسات طويلة لفترات طويلة، ما عليها يعني بما أنه هي ما كتير عرفتي أنه هي حالاتها كتير محدودة، فما جاء عليها دراسات كتير طويلة. الفكرة من الفينيرات واللومينيرات قلت لك إنها عدسات، لكن بالنهاية هون في برد الأساس، هون في برد وهون ما في برد. طيب أبو السماكة كمان دكتورة عم بلاحظ بعض الأشخاص اللي عم بيركبوا فينير أو لومينير، البعض عم بيتغير لون اللسة عندهم، يعني عم شوف تغيير بلون اللسة ميلة نقول البنفسجي أو الأزرق شوي، هل هذا الشيء شو سببه؟ يعني ليش بيصير في عنا تغيير؟ هل هو من ضغط خلينا نقول التركيب الجديد على الأسنان؟ هلا تغير اللثة هي أول علامات، مثل ما بنقول نحن النزف أول علامات التهاب اللثة، تغير لهم تاني علامات التهاب اللثة. بيكون الشخص أهمل أول علامة يلي هي النزف أثناء فرشاية الأسنان، فهي أهمل أول علامة، صارت عنا تاني علامة. تاني علامة هي تغير اللون، هي عبارة عن احتقان الدم تحت اللثة، احتقان الدم بشكل كتير كبير، وهو سببه عدسات وسببه أهمال. سبب العدسات احيانا بيكون ما في كثير في فصل بين العدسات، نحن بنعرف انه نحن الخيط لازم على طول بالاسنان الطبيعيه والصناعيه والفينيرات لازم نحن على طول يكون عم يدخل الخيط بين الاسنان، اذا ما دخل الخيط بين الاسنان رح يصير في هون احتباس طعام وفضلات طعام تحت اللثه وتحت الاسنان، فهي هي اللي رح تؤدي لالتهاب اللثه. اهملنا النزف صار في عندنا احتباس لون، احتباس لون هي ثاني علامه. ثالث علامه هي رح تبلش يظهر تراجع باللثه، رح يصير في فرق بين الفينير وعدسة الفينير وبين اللثة، إذا ما تم علاج الموضوع بشكل فوري رح يصير في مشاكل. أي فهي الأساس الناس بتخاف منها، بتفكر إنه الفينير هو السبب، لا هو إهمال وفينير سوا اثنين سوا، بس الفينير من دون إهمال ما بيعمل هاي المشاكل. والدليل إنه في أشخاص كتير الحمد لله بتعمل فينيرات وبتمرق عليها 10 سنين ولا بتحسي بأي مشكلة صارت معها، بس بتبقى هي معتنية على طول بالموضوع، بتبقى هي بتراجع على هذا الموضوع بشكل دائم، بتبقى هي دكتور انه انا صار معي هيك فورا بتخبر فورا بتروح بتراجع. في فرق كتير كبير بين الشخص اللي بيراجع فورا وبين الشخص اللي بيأهمل اللي بياخد وقت. اكيد يعني كل هاي المعلومات ان شاء الله يا رب اليوم كل اللي يتابعوا فقرتنا يكونوا استفادوا منها. شكرا لوجودك معنا دكتورة بطول. شكرا كتير.